السلام عليكم طلابنا جميعا. اليوم عنوان محاضرتنا كارديو فاسكولار سيستم. طبعا بيش المحاضرة عرفنا الهيماتولوجي وعرفنا معلومات كاملة عن البلاد. We know many information about blood and its content and the function of the blood and the function of hemoglobin. Now in this lecture we know about the function of cardiovascular system. طبعا طلاب خلي بالكم انه في بعض الاحيان تسمعون كارديولوجيست، يعني هذا الطبيب هو كارديولوجيست. تعرفون انه هو الكارديولوجيست هو طبيب اختصاص بالامراض القلبية. نعرف بالوقت الحاضر هو اصبح العلم عبارة عن علم متخصص. سابقا كان اكو طبيب باطنية يكون عام. طبعا الفكرة من الموضوع حتى تعرفون، يعني حتى تصل عندكم ثقافة طبية كاملة. كارديولوجيست يعني هو اختصاص امراض قلب، فتروحون هذا اختصاص امراض القلب وهو هذا الشخص يكون محترم اختصاصه، فما يتدخل بغير برانشز، يحتاج يسوي استشارات اذا كان محتاج اختصاص اخر. فالكارديولوجيست هو وظيفته انه هارت اند اتس فانكشن. زين زين طبعا طلاب، مثل ما حتى ما يتكرر هذا السؤال دائما، دكتور هاي مطلوبة او ما مطلوبة، هذا السفكس مطلوب او هذا البريفكس مطلوب. طلاب هاي الموجود تشوفون اللي هي عبارة عن بريفكس، او موجودة عبارة عن كومبايننج فورم موجودة هنا. زين هاي موجودة كومبايننج فورم وهاي سفكس. طلاب هاي من الصعب حفظها، يعني انت مجرد للاطلاع، يعني يجيك في الامتحان what are the meaning of the following medical terms، فهاي تساعدك. فانت هاي ما مطلوبة من عندك. اكثر من طالب وجه لي سؤال، طلاب هاي ما مطلوبة، انت المطلوب من عندك فقط هو المصطلح ومعناه، او انطيك معنى المصطلح وترجعني للمصطلح هو شنو معناه. زين فما مطلوب من عندك هاي السفكس، او مطلوب من عندك الكومبايننج فورم. ولا اقبل بالامتحان انه من اجيب لك فد كلمة تطي تقول لي هذا برفكس وهذا سفكس، لا، بس تطيني المعنى، تطيني المعنى مالتها وانتهى الموضوع. زين نشوف هاي الصورة، هاي فد صورة توضيحية حتى نعرف الفانكشن اوف ذا هارت. طبعا الهارت موجود بالتشيست، اخذنا بالمحاضرات السابقة انه موجود بمنطقة نسميها الميديستاينوم. زين between two lungs. زين الهارت شو راح يصير بالهارت؟ اولا نعرف، لازم نعرف انه اكو شيء يسموه superior vena cava و inferior vena cava. الانفيرير vena cava تجيب البلد من deoxygenated blood from زين parts of the body lower parts of the body، و superior vena cava، هاي superior vena cava تجيب البلد deoxygenated blood from superior part of the body. وين هاي راح تصب؟ تصب بالرايت اتريوم. تمام، وين راح تصب؟ تصب بالرايت اتريوم. لو نجي نعرف يعني عضلة القلب، نعرفها بشكل مبسط حتى نعرف انه شنو الوظيفة مال، او شنو هي عضلة القلب. عضلة القلب هي، شوف باسمهم، عضلة القلب. إذن it is a muscle tissue that is responsible for develop pressure need to push blood throughout blood vessel. إذن هي عبارة عن مضخة تدفع الدم من إلى الأجزاء البودي. زين divided into four chambers، the upper chamber called atrium and the lower chamber called ventricle. إذن الغرف الفوق بعضلة القلب نسميها الأتريوم، يعني الأذين الأيمن والأذين الأيسر،
والجوه هي البطين الايمن والبطين الايسر. فالسوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا تجمع البلوت وين؟ للرايت اتريوم. ومن الرايت اتريوم ينتقل المن للرايت فنتريكل، وعن طريق البوليمينري ارتري المن يروح لللانج. بهاي الحاله ايش راح يصير؟ عمليه تبادل الاكسجين والسي او 2، يرجع الاكسجينيتد بلوت المن للليفت اتريوم عن طريق شنو؟ البوليمينري فين، يعبر للليفت فنتريكل عن طريق الميترال فالف، تمام؟ ومن ثم عن طريق من الليفت فنتريكل عن طريق الاورتا راح شنو يندفع ل، شوف هاي الاورتا يندفع لكل انحاء الجسم، ويرجع بالعكس من اللور بارت عن طريق الانفيرير فينا كافا، لابور بارت عن طريق السوبر فينا كافا، ليفت اتريوم سوري رايت اتريوم تراي كاسبيد فالف رايت فنتريكل بوليمينري ارتري يرجع بوليمينري فين ليفت اتريوم ميترال فالف ليفت فنتريكل اورتا. هذا شيء مبسط عن ال شنو عن الهارت. زين شوفوا هنا فد شيء مبسط هنا الاتريوم وهذا تراي كاسبيد فالف، شوفوا هاي سوبيريور فينا كافا وهاي انفيرير فينا كافا، شوفوا يجي هنا الاتريوم بعدين هنا هذا التراي كاسبيد فالف. What are the meaning of the valve؟ أو شنو التعريف الأتريوم؟ تقول it is one of the upper chambers of the شنو of the heart. The right atrium receive the deoxygenated blood، يعني blood ما بي أكسجين، والleft atrium receive oxygenated blood. زين إيش راح يستقبل؟ يجينا عن طريق يعبر الرايت اتريوم المن يعبر عن طريق الترايكسبيد فالف. زين راح يفتح. زين شنو معنات الفالف؟ ات از افلاب لايك ستراكشر، وكانه تراكيب مثل يعني اوصف لك اياها مثل التراكيب الورقيه، تسمح بذهاب البلط باتجاه واحد وتمنع عوده البلط بالاتجاه المعاكس. زين فاذا هاي وظيفه التنظيم، ريجوليت the flow of the blood in one direction and prevent regurgitation of the blood at the reverse direction. تمام، هاي بالانجليزي المعنى مالته، يعني تسمع مرور البلط باتجاه واحد وتمنع رجوعه بالاتجاه المعاكس. فمن right atrium للright ventricle، شنو ventricle؟ is a muscular chamber in the lower part of the heart. The right ventricle receive deoxygenated blood and right left ventricle receive oxygenated blood. زين عن طريق الرايت اتريوم نشوف هنا راح يروح البوليمينري ارتري، بوليمينري ارتري يروح لللانج، وبعدين يجي البوليمينري فين، ليفت اتريوم ميترال فالف ليفت فنتريكل، وعن طريق الأورتة هاي موجودة يندفع لكل الـ parts of the body. هذا فشي مبسط طلاب عن عضلة القلب والفنكشن مالتها. طبعا عضلة القلب تتكون من ثلاث أجزاء، هي البريكارديوم هي الغشاء الخارجي، والمايوكارديوم اللي هي عضلة القلب اللي هي muscular pump responsible for pushing of blood throughout the body، هي هاي عضلة القلب. والإندوكارديوم هي الجزء الداخلي من عضلة القلب واللي تحتوي على شنو؟ تحتوي على الفالفز الموجودة مثل ما وضح هنا، هاي المايدروكارديوم العضلة تتقلص وتنبسط، وهاي الاندوكارديوم تشوفون اللي تحتوي على اليمن على صمامات القلب. إذن صمامات القلب موجودة بالاندوكارديوم. طبعا طلاب تشوفون هنا بعض المصطلحات يعني أرجو أنه الاطلاع عليها. طبعا نشوف مثل هنا ستعريف الأورتا شنو؟ أرتري. التعريف الأرتري شنو؟ is a blood vessel. شنو تعريف الارتري؟ هي عبارة عن أوعية دموية تحمل الأكسجينيتد بلاد من الهارت towards the capillary bed. عدا الارتريز المن لللانك، عدا البوليمينري ارتري اللي يحمل دي أكسجينيتد بلاد المن لللانك. فالارتري هي عبارة عن أوعية دموية تحمل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم. أغلب الأوعية، كل أوعية دموية تحمل أكسجينيتد بلاد عدا البوليمينري ارتري اللي يحمل دي أكسجينيتد بلاد to the lung.
الأورتا هو أكبر أرتري موجود بالبودي، وهو يحمل شنو؟ يحمل oxygenated blood from the left ventricle to the body. بعدين الأرتريول، شوف الأرتريول هي smallest artery، تحمل، تعرف إحنا البلاد يمشي عن طريق الأرتريز، بعدين يروح للأرتريول، يعني عبارة عن small arteries، وبعدين يروح للكابيلاري بيت، هي منطقة التشابك ما بين الأرتريز والفينز، بعدين يروح للفينيول اللي هي عبارة عن small vein، وبعدين يروح للفين، وبعدين للانفيرير فينا كافا أو سوبيرير فينا كافا اللي هي في اللارج فين، وبعدين يروح للهارت. زين طلاب، أريدكم تعرفون بعض المصطلحات المهمة. أثيرو، كلمة أثيرو معناها شنو؟ فاتي سبستانس أو بلاك. هاي عبارة عن سوفت يلو ديبوزيت. زين هاي تبني نفسها بالانر وول اوف ذا فيزل. زين هاي عباره عن سوفت يلو ديبوزيت ذات بولت اب اتسيلف الونج ذا وول اوف ذا بلاد فيزل. هاي من تتجمع شو تصير؟ تصير بلاك. هاي ممكن تسد لك بعض الارتريز، طبعا اكثر شيء يصير بالكورونري ارتريز، هي عباره عن سوفت ديبوزيت، اكثر شيء بالمدخنين، تشوفه مدخن مهمل فتشوفه انه مرور الوقت تصير عنده ديبوزيت، تصير تنبني بالكورونري ارتريز، وهسه راح نجي نطلع عليها شويه، ومن تتجمع تسوي لنا بلاك وتسد لنا عده شرايين. فهذا تعريف الاثيرو. بعدين راح نجي تعريف الثرومبوس اللي هي عباره عن شنو؟ كلوت ديبوزيت. هاي الثرومبوس، هاي الثرومبوس هي عباره عن بلاد كلوت او كلوت ديبوزيت او بلاد كلوت. هاي من تتكون شو اسمه بوعاء دموي، اذا كانت يعني في حجمها يعني كبير فراح تسده، اما يعني كومبليت كلوجر او بارشال تعتمد على حجمها. بس هاي نفس الثرومبوس او الاثيرو اذا تحركت داخل الوعاء، داخل يعني داخل الكارديوفاسكولار، يعني اصبحت حره، شو نسميها؟ نسميها امبولاي. فاذا هي امبولاي هي عباره اما عن او امبولوس، اما هي عباره عن كلوت او عباره عن شنو او عباره عن بلاك. زين تحمل بكتيريا، هاي تتحرك خلال الاوعيه الدمويه وممكن هاي توصل لوعاء دموي وممكن تسده. فاذا عنده اثيرو اللي هي سفت يلو ديبوزيت تكون بوعاء واحد، والثرومبوس هي عبارة عن كلوت هم موجودة وعاء واحد، بس هاي إذا تحركت خلال الكارديو فاسكولار سيستم راح نسميها ثرومبوس. زين هسه نجي طلاب على بعض الميديكال تيرمز. انيوريزم، شوفوا هذا الانيوريزم شون، هو عبارة عن widening of arteries، localized widening of artery due to thinning or weakness, sorry, due to weakness in the arterial wall. Localized widening. شوف هذا الوايدنج، شوف هذا الارتري شلون جاي، وصار بي widening due to weakness in the arterial wall. Most commonly occur when abdominal aorta و cerebral arteries. طبعا هذا يكون في بعض الأحيان fatal إذا انفجر rupture، يعني صار بوقت فشي مفاجئ، فممكن راح يؤدي لك الى massive bleeding او يؤدي لك الى hemorrhage، وممكن انه الشخص يفقد حياته في يعني وقت قصير جدا. زين angina pectoris، الم الصدر، severe chest pain caused by myocardial ischemia. في بعض الاحيان فت نجي فت اثيرو او فات او بلاك موجوده باحد الكورونري ارتريز، بحيث انه تغذيه القلب تتاثر، فايش راح يؤدي لنا؟ يؤدينا إلى severe chest pain caused by myocardial ischemia، وهذا إذا استمر راح ممكن يؤدينا إلى myocardial infarction. الريثيميا، الريثيميا هي عبارة عن دقات القلب الغير منتظمة، irregular heartbeat. bacterial endocarditis، عرفنا أنه الإندوكارديوم هي الطبقة الداخلية من القلب وهي تحتوي على الفالس. endocarditis إذن inflammation of the endocardium. ليش تصير هاي في بعض الأحيان؟ خصوصا إحنا أطباء الأسنان تهمنا، في بعض الأحيان واحد يجي يسوي مثل عنده مشاكل بالميترال فالف
وهس راح نجي نشوف مشاكل مايترال فالف، فيخلوا له فالف اصطناعي يعني صمام اصطناعي. فهذا في بعض الاحيان من نقلع سن المريض ايش راح يصير؟ بكتيريميا، تزداد البكتيريا. فهاي البكتيريا من تزداد تجي مباشرة على هذا الصمام الاصطناعي، فش تسوي؟ فيجيتيشن، يعني تجمعات بكتيرية، تمام؟ ومن صارت تجمعات بكتيرية بالهذا راح يصير التهاب بهذا المكان، فنسميه بكتيريال اندوكاردايتس. ولذلك من يجينا طيب مريض يقول لك دكتور أنا مسوي عملية صمام، فلازم تعرف انه هذا ممكن يصير فيجيتيشن يعني تجمعات بكتيرية على الفالف، وممكن تنتهي بكتيريال اندوكاردايتس. ولذلك اكو يعني تنبيهات لازم تنبه الطبيب الاسنان انه لازم يعطي علاج قبل لا يبدي يشتغل الدينتال بروسيجرز، وهي ما تهمكم طلاب، المهم انه تعرفون البكتيريال اندوكاردايتس. ابردي كارديا يعني سلو هارت ريت، والتكي كارديا هي انكريز هارت ريت. كاردييك اريست يعني توقف القلب، يعني القلب يتوقف تماما عن النبض. اكو فد شيء يسموه طلاب كاردييك كاثترايزيشن، يعني هي القسطره مالت القلب، قسطره مالت القلب. اكو قسطره تشخيصيه كاردييك كاث، واكو قسطره علاجيه. فهذا شنو معناها؟ انه نمرر عباره عن ثني تيوب خلال الارتريز او الفينز اللي المن تروح للهارت. متى من البروسيجر بس نعرف اكو هارتريز وفينز تروح للهارت، فهاي نمرر بها كاث وعندنا جهاز مونيتر ونشوف. طبعا من خلاله ممكن انه نشوف المناطق الانسداد مالت الهارت، ممكن انه ناخذ كاردييك بلاد سامبل، ممكن نقيس البلاد بريشر الموجود بالهارت، ونعرف معلومات كامله عن الكاردييك ابنورماليتيز. يبقى اكو قسطره تشخيصيه واكو قسطره علاجيه، انه اذا اكو انسدادات ممكن تفتحها، يعني اذا اكو ابنورماليتيز ممكن علاجها البسيط، وفي بعض احيان ما ممكن هاي الكارديو كاثرايزيشن، فتشوف الكارديولوجيست يحولها الى جراح قلب. جراح قلب ايش راح يسوي هذا جراح القلب؟ يسوي عمليه يسموها كبج. يعني اجانا مريض عنده مشكله بالقلب، اجي الكارديولوجيست استلمه زين. طبعا كارديولوجيست ميديسن يعني طبيب باطنية، بس اختصاصه الدقيق يكون قلب. هذا سواله كاردييك كاث وشاف انه انسدادات بالشرايين، المن يحوله الى كارديوفاسكولار سيرجن، الى جراح صدر واوعية دموية. هذا يسوي له العملية التالية، اكو انسدادات بالكورونري ارتريز، فش راح يسوي؟ كبج. هذا طلاب المصطلح ارجو ان هذا تحفظوه طلاب، كلش مهم. كبج، coronary artery bypass grafting. شنو يعني bypass؟ يعني يعبر. اكو عندك occlusion بالcoronary arteries، فش يسوي؟ يجيب هاي الفينز من الرجل، saphenous vein هاي يجيبها من الرجل، يجيبوها ويجي يربطها وين؟ بالأورتة، حتى شنو؟ يضمن تغذية عضلة القلب، فيجي يربطها بالأورتة والمكان الانسداد يعبره، ويجي يعبر مكان الانسداد، تمام؟ فيسموها كبج، coronary artery bypass grafting. إذا فشلت القسطرة في سد ال coronary artery disease، فبهاي الحالة راح نجي لعملية الكبج. طبعاً coronary artery disease أما caused by شنو؟ by arteriosclerosis، يعني شنو؟ hardening of the arteries أو atherosclerosis. ممكن إنه عندك فات، شوفوا البلاك شلون رسمها، عبارة عن fat small deposit زين along the inner wall of the vessel زين. إذا جمعت كلها نسميها black، تمام؟ الأثيرو هي small fat deposit، إذا جمعت واتحدت بيناته شو تصير؟ نسميها black. فإذا الكورونري artery disease، من يصير واحد جينا واحد كورونري artery disease، لازم نسوي له بالبداية cardiac catheterization، نشوف ممكن هاي البلاك نقدر نفتحها عن طريق القسطرة، إذا ما ممكن فإذا نحول المريض إلى كارديو فاسكولار سيرجين، فممكن معناها المريض يحتاج فشي يسموه كورونري أرتري بايباس غرافتينج. زين كاردييك إنزايم. الكاردييك إنزايم طلاب هي عبارة عن إنزايم تنفرز من عضلة القلب،
يعني عندما تتضرر، عندما يصير بها مرض، وهاي أنواعها هي الكرياتين كاينيز والجي أو تي غلوتاميك أوكسالو أسيتيك ترانس أمينيز والل دي إتش لاكتيك دي هيدروجينيز. طبعا المختصرات كلش مهمة، سي كي ال دي إتش وجي أو تي. طبعا هاي كلش مهمة. في بعض الأحيان نسحب سامبل من الدم، نأخذ نسحب دم زين اللي نسميه أخذناه بديك المحاضرة فيني بانكتشر، فيني بانكتشر، فنسحب بلط ونوديه للمختبر ونقول له يا أبو المختبر شوف لنا الكاردياك إنزيم. وفي بعض الأحيان نسوي عن طريق الكاردياك كاث، ممكن إنه شنو وإحنا مرورنا بالقسطرة التشخيصية نأخذ مباشرة بلا يعني بلط سامبل على مود نعرف الدمج الموجود. CPR Cardiopulmonary Resuscitation، هذا الطلاب كلش واضح طبعا بالغرب، هذا اي انسان اعتيادي يدربوه عليه. مرات في بعض الاحيان عضلة القلب تتوقف، فمجرد هذا انعاش للمريض انه نسوي نصل الضغط، اكيد انتم كلكم شايفين هذا، نصل الضغط على القفص الصدري مالت القلب فبايدينا زين، بحيث انه نضمن جريان الدم وبنفس الوقت نحاول انه من حلق المريض ندفع هواء، او في بعض الاحيان عن طريق وسائل تنفسيه ندفع زين ندفع اير باك، سوري يعني يسموه اير بامب بالضبط، مثل نفاخه ندفعها بحلق المريض زين، يعني هو زين مثل ماسك يصير على حلق المريض زين، ونبدي ندفع نشتغل على العرب مالت المريض بحيث انه نشتغل ندفع مثلا 10 مرات ندفع على قفص الصدري مالت المريض، ونجي بهاي الاير بومب الموجود، او في بعض الاحيان يعني ماوث تو ماوث اذا احتاجينا انه يعني ماكو عندنا هذا الاير بومب الموجود حتى ندفع هواء، ماوث تو ماوث زين، ونخلي شو اسمه نحاول نخلي فد جوز زين، ونحاول ندفع هواء كل 10 مرات او كل 5 مرات دفع على الصدر، نجي فد 3 مرات مثلا نحاول ندفع هواء. طبعا هذا هب هزارد الكلام، لان هو اكو فد بروتوكول اليه زين، بحيث انه احنا نضمن دفع الدم زين باتجاه شو اسمه باتجاه الاعضاء الحيويه، وفي نفس الوقت نضمن انه وصول الاكسجين لللنك والدماغ والى ان يوصل المريض للمستشفى. تمام، يعني مثلا 10 مرات نضغط على شو اسمه على 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 الريبس من اجل انه يوصل الدم لل او البلط للاورجنز، ونجي 5 نفخات بالاير بومب زين على مود نضمن انه وصول الاكسجين لللنك، ونضمن وصول الاكسجين المن للبرين حتى ما يصير عنده برين ديف، الى ان نضمن وصول المريض المن للمستشفى. واكيد هذا كله شايفينه بالفيديوهات وشايفينه بالافلام ايضا. congenital septal defect CSD اللي هو يصير عندك السيبتم، عرفنا انه الكاردياك مصل هي عباره عن مصل بومب ذا بلاد divided by septum into شنو right to left و into right atrium و left atrium و right ventricle و left ventricle. ففي بعض الأحيان شنو يصير atrial septal defect، يعني أكو فتحة ما بين أذينين، وفي بعض الأحيان صار فتحة ما بين البطينين زين، بحيث إنه يعبر يشتبك الأكسجينيتد والدي أكسجينيتد بلط. congestive heart failure، في بعض الأحيان عضلة القلب تفشل فشل تماما إنه تدفع، أو فشل انه تدفع is not able to pump the blood زين، وبهاي الحالة ايش راح يصير؟ راح تتجمع السوائل حول عضلة القلب، وكذلك السوائل تروح للأعضاء الحيوية يعني حول الليفر حول الأبدومين، ترجع back up of fluid، فتشوف المريض يصير ينفخ يسمن، يشوف انه البطنة وحول الكبد ورجلية كلها منفوخة كلها سوائل. ليش؟ لأنه السوائل رجعت، لأنه هناك فشل بعضلة القلب، وتشوف المريض يعاني من ديزنية. ليش؟ لأن أكو سوائل حول عضلة القلب وويكنس صعوبة، وهاي كونجستيف، هذا بسبب الكونجستيف هارت فيلر، يعني فشل عضلة القلب الاحتقاني بسبب تجمع السوائل حول عضلة القلب وحول الأعضاء الحيوية. DVT
ديفين ثرومبوسيس. هذا في بعض الأحيان بالحوامل اللي يعانون من 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 قلة حركة يعني المرضى خصوصا جماعة سي في اي زين، فهاي ايش راح يصير عندهم؟ راح انه بسبب انه خمول الأوردة بدفع الدم الى القلب ايش راح تتكون؟ تتكون خثرة. هاي الخثرة شنو حكيناها قبل شوية؟ ثرومبوس. هاي ثرومبوس زين بحيث انه تشوف الرجل هارد تندر زين يعني تكون سوري تندر وتكون ريد زين وتزداد درجة الحرارة مالتها، فنعرف إذا مريض حامل أو مريض هو قليل الحركة. بنشوف هاي العلامات على الرجل فنعرف أنه هو هذا صار عنده خثرة بالرجل. طبعا هي مشكلتها أنه هاي إذا ثرومبوس هاي تحركت يعني صارت أمبولاي وممكن تروح للبوليمناري آرتري، في بعض الأحيان سد البوليمناري آرتري اللي هو شنو وظيفته؟ يحمل الأكسجينيت دي أكسجينيتد بلاد فروم ذا رايت فنتركل تو ذا شنو لانك، فراح تسوي لك شنو؟ بوليمناري أمبوليزم. ديفابريليشن قلنا اكو في بعض الأحيان واحد يصير عنده الرثيمة زين يعني الريجولار هارت بيت، فش نسوي المريض؟ نخليه يسموه هذا دي سي شوك جهاز دي سي زين على مود يرجع لنا الاي سي جي او الهارت الكتريسيتي تو ذا نورمال، فش نسميه؟ كارديو فيرجن. زين اكو فشي يسموه طلاب دوبلر التراسونوغرافي، هذا نوع من الايمجينج. هو الالتراسونار كل احنا نعرف السونار، هو سونار مجرد انه عباره عن صورة نقدر نشوف من عدها الأعضاء والفعاليات الحيوية وممكن إذا نشوف الأبنورماليتيز. فدوبلر أوتراساوند هي عبارة عن إيميجينج تشوف حركة الدم وكذلك تشوف حركة شنو الهارت فالف وكذلك حركة عضلة القلب، وهاي كلش مهمة أنه في بعض الأحيان إذا نقول مثلا هذا الشريان مسدود شون نعرفه مسدود؟ نقول له يا أبا هذا راح نسوي له مثل أحد شرايين الرجل زين نشوفه شون، يقول لك مسدود، نقول له يا أبا بشكل بسيط سوي له دوبلر التراسونوغرافي او دوبلر التراساوند حتى نعرف انه هو فعلا مسدود او اكو حركه دم او ماكو. انت ارتركتومي هي عمليه انه سيرجيكال ريموفر اوف ذا انر لايننج اوف ذا ارتري ان اوردر تو ريموف بلاكس، يعني ممكن في بعض الاحيان الكبج ممكن انه الشريان التاجيه تنفتح وترفع البلاك بدون ما نسوي له يعني جرافتنج سافي نصفين، يعني اول مره كورونا ارتريز يعني نفتح اوبن هارت سيرجري، وممكن هاي الكورونا ارتريز ممكن انه نسوي انت ارتركتومي بحيث انه نرفع البلاكس، واذا فشلنا انه نرفع البلاكس فنسوي لك كابج اللي عرفنا هاي العمليه الكابج شنو. فيبريليشن ارتجاف او اهتزاء ابنورمال كوفرنج يعني ابنورمال كونتراكشن اوف ذا هارت فايبر سبيشلي ذا فايبرز اوف شنو اوف ذا فنتريكل، يعني بالضبط عضلة القلب تظل ترتجف يصير abnormal contraction بها. طبعا هي تعتبر emergency procedure لأنه عضلة القلب بهاي الحالة تفشل بدفع الدم وتحتاج بهاي الحالة شنو؟ defibrillation DC shock حتى نرجع عضلة الهارت المن to the normal. heart valve يعني إن شاء الله ما بقنا شي المحاضرة. heart murmur هي عبارة عن أصوات القلب، هي هاي عبارة عن أصوات ممكن في بعض الأحيان تكون نورمال، هي أصوات اللي نسميها لوب دوب اللي هي ممكن نورمال، وفي بعض الأحيان هي أبنورمال هارت ساوند بسبب أنه حركة الدم أو تربلينج أوف بلود ثرو شنو ثرو فالف، يعني أنه سوري تربلينج أوف بلود ثرو فالفز يعني انه تدفق abnormal turbulence of blood through the vessel يعني تدفق او جريان الدم الغير شلون نقول الغير اعتيادي خلال الفالف، فراح يؤدينا الى اصوات ممكن نسمعها بواسطه الستيثوسكوب. طبعا هاي ممكن تكون الهارت مرمل يعني abnormal بس يحتاج لها متابعة وممكن يحتاج لها يعني في بعض الأحيان تداخل بسبب أنه الأبنورماليتي ممكن تسبب لنا مشكلة.
هارت فالف بروبلابس وهارت فالف ستينوسيس. نعرف انه الفالف الترايكاسبيد او المايترال طبعا هو اكثر شيء دائما ينصاب المايترال، انه في بعض هي وظيفتها تنظيم تدفق البلط من الاورت من الرايت اتريوم او من الليفت اتريوم تو ذا رايت فينتريكل ليفت فينتريكل، وكذلك عندنا الاورتيك فالف اللي هي تنظم يعني تدفق الدم او هي تمنع جريان الدم بالاتجاه المعاكس. فهارت فالف برولابس في بعض الاحيان الناس انه هاي تكون ال شو اسمه الفالفز لوز زين، بحيث انه الدم يرجع بالاتجاه المعاكس، رجوع الدم بالاتجاه المعاكس نسميه ريجورجيتيشن، يعني رخاوه هارت فالف، رخاوه صمامات القلب. فالمفروض هي الصمامات وظيفتها تنظم جريان القلب باتجاه واحد، اذا صار بها مشكله لوز يعني راخيه فراح يرجع بالاتجاه المعاكس، رخاوة الصمامات نسميها برولابس، ورجوع الدم باتجاه المعاكس شو نسميه؟ نسميه ريجورجيتيشن. هارد فالف ستينوسيس، هارد فالف ستينوسيس هو تضيق الصمام، فراح نشوف انه البلط difficult to flow through this valve، وهذا ممكن ايش راح يسوي نعرفه عن طريق الهارد مارمل زين، abnormal flow or turbulent of blood through the valve زين، بحيث راح نسمع صوت نعرف انه هذا ممكن stenosis صاير بالهارت فالف. حد هنا طلاب يخلص الجزء الاول من المحاضرة، وان شاء الله نناقشه، وان شاء الله على الاسبوع القادم نشرح لكم الجزء الثاني من المحاضرة. شكرا لكم، thank you.